أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن أبعاد عودة الأزمة بين أبناء المهرة والقوات السعودية في المحافظة والمذكرة الموجهة باعتقال وكيل المحافظة السابق. أدانت لجنة تنظيم الاعتصام في محافظة المهرة توجيه التحالف باعتقال وكيل محافظة المهرة السابق علي سالم الحريزي. أطالبت اللجنة في بيان لها السلطات الشرعية بإعادة النظر فيما يجري في المحافظة من ممارسات وصفتها بغير المقبولة، وشدد البيان على أن المعتصمين ملتزمون بالسلمية حتى تحقيق مطالبهم باحترام السيادة الوطنية. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لمناقشته في محورين: أبعاد الصراع على المنافذ البرية والجوية في المهرة، وتبعات عودة التوتر والأزمة بين أبناء المحافظة والتحالف في المحافظة. صراع على المنافذ البرية والبحرية ومساع لتوسيع النفوذ في محافظة المهرة، المحافظة التي تكتسب أهمية بالغة وتسيطر على أهم شريط ساحلي مطل على البحر العربي، وتعد ثاني أكبر محافظة يمنية من حيث المساحة. منفذ صرفيت وشحن كان محور الأزمة التي دفعت القوات السعودية إلى التواجد في المحافظة، حيث أرسلت قوات عسكرية تابعة لها إلى المنفذين وكذلك إلى ميناء نشطون ومطار الغيضة الدولي بعد تقارير تحدثت عن عمليات تهريب للسلاح من هناك. أبناء المحافظة في وقت سابق خرجوا بتظاهرات عديدة مناهضة للوجود العسكري في مناطقهم بعد انتهاء المهلة التي حددوها لرفع القيود المفروضة على المنافذ، وتوصلوا إلى اتفاق مع القوات السعودية بسحب قواتها العسكرية من المنافذ والمطار. لكن الاتفاق لم يدم ولم تسلم المنافذ، وعادت الاحتجاجات والاعتصام في المحافظة بوتيرة أكبر مما كانت عليه، وهو أمر أرجعه مراقبون لعودة الصراع الإقليمي الناعم بين سلطنة عمان والمملكة السعودية. قوات التحالف وفي الجديد وجهت أوامرها للقوات الموالية لها بالمهرة باعتقال وكيل المحافظة السابق علي سالم الحريزي بعد إعلانه عودة الاعتصام وموقفه الأخير الرافض للتواجد السعودي بالمحافظة. الحريزي قال إن مذكرة الاعتقال الموجهة إليه من التحالف لا تعنيه، وإنها لن توقف مسيرة الاحتجاجات، داعيا الحكومة إلى اتخاذ موقف حازم حيال ما يقوم به التحالف من ممارسات. اللجنة المنظمة للاعتصام في المحافظة أدانت في بيان لها توجيه التحالف باعتقال وكيل المحافظة السابق، وشدد البيان على أن المعتصمين ملتزمون بالسلمية حتى تحقيق مطالبهم. يعود التوتر إذن إلى محافظة المهرة بوتيرة أشد مما كانت عليه، لينذر بموجة صراع جديد بين التحالف وأبناء المحافظة وعودة الأزمة إلى بدايتها. ولمناقشة هذا الموضوع سينضم إلينا من المهرة وكيل المحافظة السابق شيخ علي الحريزي. أرحب بك سيادة الوكيل، أهلا وسهلا. إذا مذكرة تنص على اعتقالك وجهة التحالف العربي، كيف تتعاملون مع هذا الأمر؟ سيادة الوكيل هل تسمعني؟ السلام. سيادة الوكيل تفضل. نعم سمعت. نعم كانت سمعت. هناك مذكرة تنص على اعتقالكم من قبل التحالف وجهها، كيف تتعاملون مع هذا الأمر؟ أنا سمعت جيدا. أرجو أن تسمعني من سماعة الهاتف بدلا عن التلفاز. أنا سمعت. على كل حال شكرا لقناة بلغيس. تفضل. أنت تسمعني؟ نعم. بالحقيقة أن المذكرة باعتقالي أتت من قيادة التحالف، وأتت هذه المذكرة بعد اعتصامات قامت في محافظة المهرة خلال الأشهر الماضية، وأخر مهرجان خطابي كان في طوف شعر، وقفة احتجاجية يعني من أجل عدم وصول او عدم السماح لطريق تمتد من الغرخير الى البحر العربي الى سواحل المهره. في هناك شركات سعوديه بدات تقوم بعلامات هندسيه
لمد طريق الى البحر العربي، وبالتالي يرافقها انبوب نفط. ونحن ابناء محافظه المهره اقاموا وقف احتجاجي في طوف شحر في تاريخ 24 رفضا لهذا المشروع، لان هذا المشروع انتهاك صارخ للسياده في ظل غياب الدوله وفي ظل الحرب وفي ظل خروج قوات التحالف عن اهدافها المعلنه، واصبحت قوات استعماريه على الارض يعني احتلال. وبالتالي نحن ابناء محافظه المهره وانا واحد منهم نرفض هذا الاجراءات في حق المحافظه. نعم، لكن يعني حديث القوات السعوديه ومن يتحدث معها في هذا السياق يقولون ان تواجد هذه القوات هو لمكافحة عمليات التهريب، هل هذا النشاط متواجد في المحافظة؟ ليس صحيح، ليس صحيح، هناك ما في تهريب، وهناك إذا في تهريب بسيط في كل الشاطئ اليمني من البحر الأحمر. وليس يعني القوات السعودية يقارب بسنة لن تجد حتى بندقة واحد مهرب. ولو أن القوات السعودية أتت إلى المهرة من أجل مكافحة التهريب لكنا عونا لها، لكن القوات السعودية أتت لتحتل محافظة المهرة ولتمرير مشاريع معروفة وأصبحت مكشوفة لدى الجميع. ولهذا هذا أبناء محافظة المهرة يرفضون هذا جملة وتفصيلا. طيب إذا يعني هل يمكن فهم أسباب محاولة التحالف لمحاولة يعني توجيه مذكرة اعتقال لك أستاذ الحريزي؟ بالحقيقة أن مذكرة الاعتقال كل الناشطين السياسيين في أي مكان عندما تكون هناك قوات محتلة بالتأكيد أي إنسان يقارع هذه القوات أو يقوم بنشاط ضدها بالتأكيد بتحاول تعتقلها. لكن أنا أرى أن هذه المذكرة ليس صحيحا، لا جانب قانوني ولا جانب يعني ما لها أي، لكن بالمقابل نحن نتوقع أي شيء يجي من القوات السعودية أو من قوات التحالف، لكن هي أمرت القوات اليمنية. القوات اليمنية المرابطة في المهرة ليست نخبة تتبع الإمارات أو السعودية، وليس حزام أمني. هذه الميليشيات اللي صنعت في المكلا وفي شبوة صنع استعماري، لكن أنا في المهرة جيش وطني، جيش اليمن لا يمكن أن يقبل حتى على سيادته. وبالتالي لن نكون هناك في تخوف لهذا الأمر، ولكن إذا حصل من أي جهة أخرى لن يثنينا ولن نتوقف. اعتقل علي سالم، قتل علي سالم، اعتقل مواطن مهري، الشعب سيستمر حتى يدحر الاحتلال. طيب ارجو ان تتفضل بالبقاء معنا سيد الحريزي. ارحب بمن ينضم الينا من الضالع المحلل السياسي السيد عبد الرقيب الهدياني. اهلا بك استاذ عبد الرقيب. اذا باعتقادك ما هي ابعاد ما يحدث في المهره، سواء تواجد القوات السعوديه سواء ايضا مساله الاعتصامات، كيف تحلل الامر من وجهه نظرك؟ بدايه مساء الخير، التحيه لك اخي ولضيوفك ولمشاهدي القناه. ما يحصل في المهره هي معركه غلط من قبل التحالف وانحراف عن مهمته التي جاء من اجلها الى اليمن. جاء تحت لافتة نصرة الشرعية وعودة الشرعية، ولكن افتعال هذه المعارك سواء في المهرة أو في سقطرى، هذه مناطق لم يذهب إليها الانقلابيون. ليس هناك إرهاب، ليس هناك مبرر لكل هذا العبث ولكل هذه المعارك التي هي خاطئة وغير مبررة. بالتالي نحن أمام تحالف واضح يبحث عن مطامعه ومكاسبه وليس مصالح الشعب اليمني. للسعودية مطامع في المهرة، هناك خط الأنبوب النفطي الذي يراد أن يمرر عبر المهرة إلى البحر العرب.
هناك تواجد القوات السعودية سواء في المطار أو في ميناء نشطون، بالتالي المهرة بقياداتها بشعبها بأبنائها لن يقبلوا هذا التواجد. المهرة طوال فترات الصراع الماضية سواء في الجنوب أو في عهد الوحدة كانوا بعيدين عن هذه الآفات وعن كل هذه الدماء وعن كل هذه الصراعات والتوترات، وبالتالي اليوم وحاولت نقل الصراع إليهم هو غير طبيعي ولن يقبلوه. هم يرون بصمات التحالف سواء في عدن أو في تعز أو في محافظات أخرى، وقد خلق الدمار والويلات والاقتتال والاغتيالات والانفلات الأمني وغياب مؤسسات الدولة، وبالتالي لا يريدون نقل هذا الواقع واستنساخه في محافظتهم الآمنة المستقرة المتعايشة طوال عقود مضت. بالتالي سيتضامن أبناء المهرة، سيتحركون، سيتأهدرون، وستخسر المملكة العربية السعودية وستخسر الإمارات، لأن شعب المهرة هو شعب واحد يعرف مصالحه ولديه ارتباط وجذور تاريخية، ولن يقبل بمحاولات يعني زج محافظته في الصراعات وفي المطامع وفي البؤر الأمنية التي يصنعها التحالف، أو ولن يقبل حتى هذه المطامع التي يراد التحالف أن يجنيها أو أن يعني يصنعها. هذه ممارسات الاحتلالية الواضحة لن يقبلها المهريون وسيواجهونها. هذه التصرفات وهذا القمع أو محاولات تكميم الأفواه، هذا القرار الذي صدر بمحاولة اعتقال الوكيل المساعد علي بن سالم الحريري، هذا سيزيد من حجم الاحتقان الشعبي ورفض ممارسات المملكة العربية السعودية، سيزيد من حجم الرجل وشعبيته على الأرض. وسمعنا قبل المغرب أنه دخل في موكب كبير عاصمة المحافظة الغيظة متحديا قرار السلطات أو قرار القوات المشتركة، قرار السعودية تحديدا بمحاولة اعتقاله، هو محاط بشعبه الوطني. بالعودة إليك شيخ الحريزي، إذا أنت وجهت دعوة للحكومة إلى الوقوف بحزم أمام تصرفات التحالف في المهرة، يعني كيف هي طريقة تعامل السلطة المحلية والحكومة من بعدها بالنسبة لما يجري في محافظة المهرة من وجهة نظرك؟ العموم بالنسبة للتعامل، السلطة العليا بالحقيقة فارضين عليها حصار شديد، بالنسبة للسلطة المحلية وهم أتوا محافظ راجح، هذا رجل ريموت بذاتهم، وبالتالي هم لما يريدوا يحتلوا المهرة أولا طردوا الأشخاص الذي هم لا يرضون بأن محافظة تكون محتلة، وجابوا عناصر تابعة لهم تنفذ كل ما يريدون. لكن هنا السؤال، هل قيادة المملكة العربية السعودية والقيادة الشرعية إرادة شعب المهرة تقول لا للاحتلال، الإرادة الشعبية تقول نعم للسيادة، فهل هذه الأشياء كلها إرادة شعب يرموه عرض الحائط؟ من ذكرت الاعتقال اللي صدرت مش مع علي سالم، علي سالم شخص، لكن قالوا ممنوع التظاهر، يعني ممنوع التظاهر، بند من بنود المذكرة الاعتقال لا يسمح بالتظاهر، وبالتالي المذكرة هذه لما صدرت بأبناء المهرة بشكل عام وليس مع علي سالم. أنتوا راجعوا المذكرة إيش اللي فيها، بند من البنود يقول إنه يعني الشركة التي تريد تعمل طريق أمني الخاص بإعادة العمار، هل إعادة العمار يجي من الخرخير من ربع الخالي؟ يعني بالحقيقة الكلام هذا ما حد يستوعبه، ولهذا نحن ماضون في العصامات بشكل سلمي وسنستخدم كل السبل الى ان نبلغ اهدافنا باذن الله، ولن نتراجع مهما كان التضحيات. اشكرك اذا وكيل المحافظه السابق محافظه المهره السابق الشيخ علي الحريزي، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. بالعوده اليك سيد الهدياني، قبل العوده اليك ارحب بمن ينضم الينا الناشط في الاعتصام علي مبارك حامد، لكن بالعودة إليك سيد الهدياني، إذن
يعني مسألة المهرة هناك حديث كبير يدور على أن ما يجري فيها هو تجاذبات لها أبعاد إقليمية ما بين السعودية وسلطنة عمان، إلى أي مدى أنت يعني تبرز هذا البعد الإقليمي في تحليلك لما يجري على الأرض؟ نعم، لسلطنة عمان يعني علاقات ونفوذ يعني تاريخي على مدى عقود يعني بين مواطني وقيادات وشيوخ وقبائل المهرة مع سلطنة عمان بحكم المحاذاة الحدودية. ولكن ينبغي القول والتأكيد أن نفوذ سلطنة عمان لم يضر بالسيادة، لم يضر بمكتسبات المهرة، لم يضر بسلامة أراضي الجمهورية اليمنية، لم يتدخل مباشرة في النظام والقانون وسيادة البلد. هي هو في إطار أمنها القومي وتحافظ على هذا الأمن دون الإضرار بمصالح وقوانين الجمهورية اليمنية. لكن الخطير هو هذا التدخل السافر من قبل الإمارات والمملكة العربية السعودية، وهذا الذي حرك المواطنين. وبالتالي حتى نقل الصراع، محاولة تغيير قواعد اللعبة في المهرة عبر المملكة العربية السعودية، هو ينقل إليها هذه التجاذبات الإقليمية. وإذا ما استمرت وعاندت، وأنا هنا يعني أستغرب لماذا تظهر المملكة العربية السعودية بهذه المواجهة المفضوحة مع الشعب، وهي التي تدير مطامعها وسياساتها بأسلوب ذكي في المحافظات الأخرى. بالتالي نقل المعركة والصراع إلى المهرة سيكون له أبعاد إقليمية وسيتطور. ربما أبناء المهرة لم يستسلموا ولم يقبلوا يعني الخنوع لكل لغة الإرهاب والقمع ومحاولة الاعتقال التي تكرسها المملكة العربية السعودية. وقد نشهد الصراع يذهب إلى مآلات يعني بعيدة لا يحمل عقباء المهرة، هم عبارة عن قبائل مسلحة لديها قدرة على القتال ومتماسكة. وقد نشهد فصول من المواجهات والمعارك، وبذلك يتغير سلام وأمن واستقرار هذه المحافظة التي حافظت على أمنها واستقرارها. طيب. وآمها طوال العقود الماضية. أستاذ عبد الرقيب تفضل بالبقاء معنا. أذهب إلى السيد علي مبارك أحمد الناشط في الاعتصام الذي ينضم لنا عبر الهاتف أيضا من المهرة. أستاذ علي، يعني بداية، ما هو مستقبل الاعتصامات في المهرة بعد جديد التطورات، بعد مذكرة التي وجه التحالف باعتقال الوكيل السابق للمحافظة علي سالم الحريزي؟ أهلا وسهلا بكم. في البداية أشكر جميع أبناء المهرة الشرفاء الذين وقفوا صفا واحدة خلال هذه الأزمة الأخيرة وتداعيات الأمور. بالنسبة للاعتصام وللمعتصمين فمعنويات جدا جدا، وهم قادمون إلى تنفيذ إلى حتى تتنفذ مطالبهم وهم ماضون. بالنسبة إلى مذكرة اعتقال الزعيم علي سالم الحريزي، هذه تعتبر مذكرة في حق أي مواطن مهري غيور، ليست في حق علي سالم الحريزي فقط، بل لأنه يعتبر رمز من رموز المهرة، ويعتبر الشخص الأول الذي دعم المعتصمين وتكلم عن سيادة الأرض وتكلم وظهر وضحى بكل ما يملك من أجل سيادة الأرض. في البداية أول ما ظهر الشيخ علي سالم الحريزي، وكما تعلمون أطالوه من منصبه كوكيل المحافظة، وهو لم يتزعزع ولم يغير به شيء، بل زاد صموده وزاد موقفه إلى المعتصمين. واليوم تظهر المذكرة، مذكرة الاعتقال، وبها ينضم الكم الهائل والكبير من أبناء المحافظة، ويتم التضامن معه من جميع أرجاء محافظة المهرة. بالأمس وبعد مذكرة الاعتقال وصله جميع مشايخ محافظة المهرة وذهبوا إليه وتضامنوا، وقال جاء إلى جانبك الشيخ علي، وهم إلى جانبه الآن. والآن وصل قبل لحظات إلى مديرية الغيضة العاصمة لموقف كبير جدا جدا من جميع شرائح المجتمع المهري. طيب، هذا يدفع للتساؤل. أنتم في بيانكم أشرتم إلى أن توجيه الاعتقال محاولة لإخراج
الاعتصام عن سلميته بحد تعبيركم، ما الذي تقصدونه بالضبط؟ نحن نقصد أننا نحن لازلنا نمسك بسلميتنا وماضونا من أجل هذه السلمية إلى أن تتحقق مطالبنا. هم يحاولون أن يجروا الناس ويجروا المعتصمون إلى مستنقع خطير، وهو بقدومهم إلى اعتقال الشخص الأول في المحافظة الشيخ علي سالم الحريدي، لأن أبناء المحافظة لا يسمحوا ولن يسمحوا للمساس برمز من رموز المهرة، وهم يد واحدة سواء بشتى الطرق سيدافعون عن زعماء المهرة ورموزها. اعتقال شخصية الحريزي تعتبر اعتقال لوطن كامل، لوطن المهرة بل وطن اليمن كامل، لأن الوضع الراهن اللي نحن نعيشه حاليا من الهيمنة ومن انتهاك السيادة إلى الدرجة الآن أنهم يحاولون تكميم الأفواه ويحاولون أنهم يوقفون الناس لأجل ماذا؟ لأجل تمرير مصالحهم. هذا الذي لا يمكن أبدا ولن يرضاه الشعب المهري والشعب اليمني كامل. المعتصمون أكدوا في بيانهم أنهم لن يسمحوا ولن يكون هناك أي المساس في أي رمز من رموز الاعتصام، سواء من على مستوى الناشطين أو على مستوى الرموز. بالرجوع إلى موضوع اعتقال الزعيم علي سالم الحريزي، هناك الكثير من الشخصيات والشخصيات الاجتماعية والبارزة في المهرة أعلنت تضامنها مع الشيخ علي سالم، بمن فيها الشيخ محمد عبد الله كذا الوزير والمحافظ السابق أعلن تضامنه مع الشيخ علي، وأنه لا يمكن المساس برمز من رمز المهرة وأن نعم. رموز المهرة. طيب هذه النقطة سيد علي، هذه النقطة تدفعنا للتساؤل، وأنقل هذا التساؤل إلى السيد عبد الرقيب الهدياني. أستاذ عبد الرقيب، هل يعني هذا يعني التكافل أو هذا الاجتماع حول شخصية وكيل المحافظة السابق في هذا الظرف وبعد هذه المذكرة، ما الذي يوحيه إذا ما استمرت التصرفات السعودية في الأراضي المهرية بهذا الشكل؟ ما الذي نحن مقدمين عليه إن صح التعبير؟ أستاذ عبد الرقيب، يبدو أن فقدنا التواصل مع السيد عبد الرقيب الهدياني. على كل حال شكرا لتواجده معنا وسنحاول التواصل معه. بالعودة إليك سيد علي مبارك حامد، ما هي الخطوة المستقبلية إذن؟ طبعا الخطوات المستقبلية هي خطوات تصعيدية سلمية، لن نخرج عن نطاقنا السلمي. لجنة الاعتصام مستمرة في إقامة الفعاليات، وهو من زي يعني ما بداية الاعتصام أو في اليوم اللي أعلنوا فيه إيقاع أو تعليق الاعتصام وقعوا على ميثاق شرف كل المعتصمين وجميع شرائح المجتمع المهري، وقعوا على الميثاق. ميثاق الشرف هذا ينص على أنه يعني لن يرضى لجنة الاعتصام هناك أي مظلوم في داخل المهرة، وسوف يتضامنون مع الكل الآن، وهم في إعداد خطة إلى التضامن مع كل المظالم الشعب المهري، وسوف يسعون إليه كما فعلوا بالأمس في مديرية المسيلة، ووقفوا وقفة تضامنية مع أبناء المسيلة ضد السكنات العسكرية الموجودة عندهم، وقبل وبرضه بعدها كانوا في منطقة مديرية شحن في منطقة شحن، وهم ماشون على هذه الطريقة وبهذه الوتيرة وبهذه السلمية، ولن يخرجوا عن النطاق السلمي مهما حاولوا أن يجروا الناس إلى الانجرار خلفهم وخلف كلامهم وخلف توجيهاتهم، إلا أن المهرة سوف يحافظون على سلميتهم وسوف يحافظون على أمن المحافظة. برضو يعني الآن نحن بعد مذكرة الاعتقال قد مر عليها أكثر من 24 ساعة، لم يصدر أي بيان رسمي من السلطة المحلية بالمحافظة على أساس أنهم بيان استنكار أو تأييد، وهذا يدل على أن الأخوة في السلطة المحلية متفاهمين الأمر وأنهم إلى جانب المعتصمين، وأنهم ما يدل سكوتهم إلا أنهم في نوع من أنهم يعني نقول أنهم متساهلين، ولكن نحن نرجو منهم وندعوهم إلى أن لا يتساهلوا في هذه الأمور وأن يكونوا قد المسؤولية، لأن الآن هم في سلطة محلية وهم الآن على هذا، يعني إذا كان بهم
شيء من الوطنيه او شيء من حب الوطن، فان يكونوا موقفهم تجاه المواطن وان يكونوا الى جانب المواطن المهري، لان كل المهره بهذه التداعيات ومع هذه الامور كلهم وقفوا صفا واحدا، خرجوا في البدايه نعم. امرهم ولا زالوا الان ولن يتراجعوا حتى تحقيق مطالبات. ما شخصيه علي سالم الحريزي فلن يصلها احد ولن يمسها بسوء ما دام حماة الديار وابناء المهره كلهم يدا واحده صفا واحده من اجل حمايه الارض والانسان. اشكرك استاذ علي مبارك حامد الناشط، كنت معنا عبر الهاتف من المهره. والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في نهاية الحلقة يجب الإشارة إلى أن حاولنا التواصل مع السلطات المحلية في محافظة المهرة، لكن لم يكن هناك تجاوب واضح معهم أو تجاوب مع هذه الحلقة. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل، في أمان الله.